بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختياري لموضوع الحفز اليوم وهو مهم في العمل مع الشباب عند العمل على مبادرات لحل بعض المشاكل والهموم الشبابية، من الضروري النظر لأسلوب الحفز أو ما يسمى بالنجين. الحفز كأداة جديدة تأتي نظرية الحفز أو الوكس، وهي النجينج، من العالم في الاقتصاد ريتشارد ثالر، والذي أسس الاقتصاد السلوكي والحاصل على جائزة نوبل، بالإضافة بالمشاركة مع أستاذ القانون في هارفارد، الذين نشروا كتاب في عام 2008 بعنوان الوكزة، تحزين القرارات حول الصحة والثروة والسعادة، وهي يعني اللي ركزت النظرة حول الحفز والعمل عليه. بعدها جاء عدد من الكتب، منها داخل وحدة الحفز، وهو يركز على إبراز دور الاقتصاد السلوكي في صنع السياسات ومساعدة الأفراد على اتخاذ القرارات الصحيحة والتعامل الناعم مع التوجيهات السلوكية للمجتمعات بشكل عام. تفاعلت مع هذا التوجه عدد من المنظمات والحكومات وأنشأت وحدات بصائر سلوكية ووحدات للحفز داخل الدول، وكانت بريطانيا أول الدول التي أنشأت وحدة للوكز أو الحفز، وتبعتها عديد من الدول. عندما نتكلم عن الحفز ومفهوم الحفز أو الوكز، فهناك أساسيات تستخدم للعمل عليه، فنجد أن هذا الأسلوب يستخدمه علم التسويق والسلوك والنظرية السياسية والاقتصاد السلوكي، والذي يستخدم التأثير والتغيير على الدافعية وعملية صنع القرار لدى الأفراد أو الجماعات، ومن ذلك وذلك عن طريق التعزيز الإيجابي أو تعزيز السلوك الإيجابي. فهو يشير بشكل عام إلى الدفع أو التحزيز بشكل غير مباشر، فنحن نريد دفع الأفراد أو المجتمعات إلى القيام بعمل إيجابي بديلاً عن عمل سابق غير إيجابي أو سلوك مضر أو سلبي يضر بصحتهم أو بمجتمعاتهم بشكل عام أو بالاقتصاديات. فنجد أمثلة عديدة تحفز العمل الإيجابي أو تضبط من السلوك السلبي، مثل ما نجدها في اللوحات الإرشادية في الطرق لتخفيض سرعة السيارات، أو إخبارهم بوجود ازدحام أو حادث على بعد أميال معينة لكي يقوموا قائدين المركبات بتهدئة السرعة. وهناك أسلوب آخر أو مثال آخر نجده في كثير من أجهزة الصراف، وهي هل تطلب فاتورة ورقية أو فقط العرض على الشاشة. هنا يحفزنا للحفاظ على البيئة من خلال المحافظة على الأوراق. كذلك نجد أن الصحة العامة أصبحت تثير اهتمام الحكومات والمجتمعات، وهي الحفاظ على الصحة ومحاولة توجيه الأفراد نحو سلوك إيجابي، مثل ممارسة المشي واستخدام السلالم بدلاً من المصاعد الكهربائية. فيختلف أسلوب الحفز من الأساليب التقليدية التي توجه الأفراد أو المجتمعات إلى سلوك معين عن طريق فرض صارم لتوجيه معين. فهنا نحن نطرح خيارات للأفراد لاختيار سلوك بديلاً عن سلوك آخر. ممكن نشيله.
يتميز الحفز السلوكي الاقتصادي بأنه لا يعتمد على القرارات الملزمة أو الإجبارية، حيث يمنح أقل نسبة تدخل من قبل صانعي القرار، ما يقلل ردود الفعل غير الضرورية على القرارات، إضافة إلى أنها أقل تكلفة. كما يتميز هذا الأسلوب بأنه يوجه السلوك نحو الخيارات الأفضل من خلال التحكم في بيئة الاختيار ذاتها، وما هو يعرف بإعادة هندسة الاختيار وتصميم طرق مختلفة لعرض الخيارات الأكثر رشادة للمستهلكين. فنجد في بعض المخازن أو الكافيتيريا أو المطاعم توجيه سلوك معين من خلال هندسة بيئة الاختيار، من خلال وضع الخيارات الصحية في مكان يسهل على الفرد اختيار هذه المنتجات أو الطعام الصحي، ومحاولة وضع الطعام غير الصحي في جهة بعيدة أو صعبة الوصول لها. بالإضافة إلى ذلك ممكن يوضع اختيارات مشروبات صحية وإلغاء المشروبات مثلا الغير صحية. نجد كذلك بعض السلوك السلبي مثل التدخين ومشروبات الطاقة وغيرها، تضع بعض الدول عليها إرشادات بحيث تبين أنها مضرة للصحة، مما يثبط الفرد ويبعده عن هذه الخيارات. فتتمثل طرق الوكس في تطبيق تغييرات بسيطة وسهلة وغير مكلفة في محيط الفرد، والتي تهدف إلى تنبيه الفرد ولفت انتباهه إلى خيارات مرغوبة وتشجعه عليها. ممكن أن نلخص طرق وتطبيقات الحفز في الطرق التالية: أن نوضح الخيارات الأساسية، أن نضع تأثيرات اجتماعية إرشادية، إبراز الخيار المرغوب، وأن نحاول أن نوضح الخيار المحدد أو المرغوب. نجد مثال لهذه الأساليب، وهي أننا نضع جانب لسلال لإعادة التدوير في أماكن بارزة، كذلك نحث الممارسين الصحيين على غسل اليدين، وكذلك نضعها في دورات المياه العامة لتذكير الأفراد بهذا السلوك الإيجابي. بالإضافة أن نضع على السلالم وكذلك في الطرقات ما يوضح مثلا يشجع لهم استخدام السلالم أو طرق معينة، ويمكن أن يضع إرشادات تحفيزية للأفراد وتوضيح عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها مثلا من خلال استخدام هذه الوسائل. أنواع الحفز: يوجد حفز واعي، وهنا نوجه الشخص نحو حالة يستطيع التحكم فيها بقدر كبير، كتناول طعام صحي أو الإقلاع عن التدخين أو ممارسة الرياضة. الحفز غير الواعي نستخدم العواطف أو التأثير، مثل أن نضع عبارات مثلا في بعض الفنادق أن عدم طلبك لغسل الفوط فهذا يحافظ على البيئة. كذلك حفز التشجيع، فإننا نحث الأفراد على ممارسة سلوك معين أو الاستمرار في ممارسة سلوك معين، مثل عند استخدام بعض التطبيقات التي تساعدك على مثلا الرياضة تصلك تنبيهات تشجعك بأنك قد مثلا تجاوزت الحد اليومي أو أنك وصلت إلى إنجاز جديد وغيره. كذلك حفز التثبيط يتم استخدامه للحد من اتباع سلوك يعتقد أنها غير مرغوب، مثل استخدام البلاستيك للمحافظة على البيئة. أمثلة على تطبيقات وممارسة أسلوب الحفز من قبل الحكومات: فنجد أن بعض الحكومات على مستوى العالم استطاعت تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال إرسال رسائل للمهتمين بتخفيض إسلاكهم والمهتمين بالبيئة. نجد كذلك على المستوى المحلي، ف
فإن هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ألزمت المطاعم بوضع قيمة السعرات الحرارية على الوجبات، وأنا من الأشخاص الذين يعني قللت استهلاكي لعدد كبير من المنتجات بعد أن استوعبت السعرات الحرارية التي في هذه الوجبة، وأجد كثير من حولي غيروا عاداتهم الغذائية بعد إلزام هيئة الغذاء والدواء لوضع قيمة السعرات الحرارية على الأغذية، وبدأنا ب يعني استبدال خيارات سابقة بخيارات صحية ذات سعرات حرارية أقل أو قيمة غذائية أكبر. كما قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإصدار بطاقة كفاءة الطاقة، ووحد هذه الملصقات على جميع المنتجات التي تستهلك الكهرباء. كذلك هذه غيرت في سلوك الأفراد من شراء مركبات أو أجهزة ذات استهلاك عالي للكهرباء أو غير جيد إلى مركبات جيدة وتحافظ على الاستهلاك بشكل جيد. شكرا لكم، وأتمنى أن تكون هذه النبذة عن أسلوب الوكز أو الحفز تساعدكم في العمل على الشباب وتحفيزهم نحو المبادرات الشبابية والعمل المجتمعي والحفاظ على البيئة. شكرا. القلق اللي عندي هو أن احنا تأتينا الويفز الموجات هذه في بعض الأشياء ومنها الابتكار، وعندما تأتي هذه الموجات هناك من يمارسها بالشكل الصحيح وهناك من يمارسها بالشكل الخاطئ وهكذا. فلذلك نحذر كثيرا من أن احنا نسمي بعض الأشياء بغير اسمها، نقول أنها هذه ابتكار وهي ليست ابتكار بالمعنى الحقيقي، وكلكم تحدثتم في هذا الجانب بشكل أو بآخر. لكن أنا شخصيا أرى حق يعني تبسيط المسألة في موضوع الابتكار، لأنه قد يشعر العاملون، نحن الآن في الحديث هذا اللقاء هو لقاء العاملين مع الشباب، فعندما أكون في مؤسسة شبابية هل أحتاج أنني أوجد قسم متخصص في الابتكار عندي ونظام وتمويل وهكذا، أم أن يعني الدكتور خالد ذكر أنه أحيانا بالبساطة يعني تبدأ الأمور كما يقال ابدأ صغيرا فكر كبيرا وابدأ صغيرا. فلذلك أعتقد الترسيخ أكثر هو على أن تتحول إلى ثقافة في العمل مع الشباب. يعني ما يعني إذا ما كان عندي قسم للابتكار أو متخصص في الابتكار ما نسوي ابتكار، لا، هي ثقافة، أصغر واحد ممكن يبتكر كما يقولون it's way of thinking، طريقة تفكير. حتى أطفالنا يجب أن يكونوا مبتكرين بأبسط الأمور. فتعرفون أحيانا نذكر بعض من الدروس اللي سمعتها من يعني محاضرين أو قرأتها، أحيانا مثلا في شركة نقل مواصلات سائق التاكسي سائق الباص هو الذي ابتكر وفر على الشركة عشرات الملايين. لا يعني نتقال الذين يعملون في الشكل المباشر وفي أبسط الأمور، أعتقد هم أقرب للابتكار. يمكن نحن ننظر وننظم ونمول وهكذا، لكن المبتكر الحقيقي هو الممارس. فلذلك يجب أن تتحول يعني الابتكار إلى ثقافة، وكل ما بسطناها نحن الذين يعني نعبر عنها في مؤتمراتنا وندواتنا أو حتى في مؤسسات التعامل مع الشباب أن الأمر يسير، افعل كذا وكذا وكذا حتى يتحول إلى شيء تلقائي. أصلاً كما يعني عرف تغيرك إلى شيء جديد نمط جديد هو ابتكار، بس عاد هل له أثر ولا ما له أثر هذا إنشاء أشياء أخرى. فيعني رسالتي لي شخصيا، وانا قريب من او انا شاب اظني ما زلت شابا، يعني تبسيط الامور وممارسه الابتكار وممارسته وممارسته حتى يتحول الى يعني ثقافه وعادات. اخيرا انا اذكر في زياره او علاقاتي ببعض المؤسسات الكوريه وجدت عندهم حاجه منتشره اللي هي براءات الاختراع. كل واحد يقول أنا عندي براءتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر. قابلت واحد قال أنا عندي 28 براءة اختراع. لما دققت مش براءات الاختراعات اللي راح أسجلها في الهيئة الملكية الفكرية ولا بسجل، مش بالضرورة، لكنه أبدع وأوجد شيئا وابتكر شيئا وتغير. المجتمعات
تتغير بهذه الطريقة. يعني كما يقولون النائم هو الذي لا يتعثر. تسمح لي بس إذا ممكن أعقب بخصوص الابتكار، يعني إذا ننظر للإنوفيشن، يعني بالغالب الناس تتوجه إلى الابتكار في المنتجات أو الأدوات أو اختراع شيء جديد، ولكن كما تفضلت الابتكار له أنواع متعددة. فمثلا منها اللي هو البيهيفير إنوفيشن والبروسس إنوفيشن، غير الماركت إنوفيشن وغيرها. فأنا أبغى بس أركز على موضوع ثقافة الابتكار كما ذكرت، واللي هي لها ارتباط وثيق بالابتكار السلوكي. ف يعني احنا لسنا قادرين ان احنا نطلب او ان نفرض على كل جهه ان يعني ان تؤسس لها قسم خاصه بالابتكار، ولكن يجب علينا تاسيس بيئه معززه للابتكار او ثقافه الابتكار. وهنا نجي للي هو الابتكار السلوكي، بانك انت تعمل تكون قريب من العاملين معك، تأخذ منهم التغذية الرجعية أو الراجعة، وتعزز اللي هو المشاركة وطرح الأفكار. فهذا سيعزز اللي هي ثقافة الابتكار وبيئة الابتكار داخل المنظمة وداخل القطاع بشكل عام. وإذا جينا ننظر يعني الجانب الآخر اللي هو الحفز أو الوكز، نجد أن كثير منها يعني أساليب بسيطة. واحدة من الأساليب اللي قامت بعض المنشآت فيها لتخفيف اللي هو كمية يعني أكرمكم الله الزبائن اللي أو التخلص من الأوراق اللي يقومون فيها الأشخاص داخل المكاتب، جمعت كل يعني سلال النفايات اللي في المكاتب ووضعت واحدة في آخر السيب. كان منها ضرب يعني عصفورين بحجر واحد، اللي هو تقليل النفايات من قبل الأفراد، بالإضافة إلى أنهم الحركة كانوا يبغون يحفزونهم إلى الحركة أكثر، وفعلا تحققت. فمرات يكون الابتكار يعني تحريك بسيط داخل بيئة العمل ويحقق نتائج لا يتخيلها الأفراد. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا على هذه المداخلة. استأذنكم بالاكتفاء بهذا القدر. دكتور خالد، دكتور غادة، يعطيكم العافية. كلمة أخيرة، شباب يستمعون إليكم، ماذا توجهون لكم بثلاثين ثانية؟ شكرا لكم على استضافتي، ويعني أتمنى أن نراكم في نسخ أخرى ونرى العاملين مع الشباب يعني نتائج عملهم. شفنا إحصائيات جميلة في الخارج، وإن شاء الله هذا الإحصائيات نراها في تزايد والنمو بحول الله. شكرا جزيلا. دكتور خالد، يعطيكم العافية. قديما كانت تقول العرب، حتى يمكن بعضهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر هل هو حديث أو لا، لكن قديما تقول العرب الرائد لا يكذب أهله. فالشاب هو بطبيعته لابد أن يكون رائد لمجتمعه، رائد في الحلول اللي يقدمها، رائد في ابتكاراته، أن يتقدم ويجد إن شاء الله منظومة المملكة العربية السعودية وطنا وأجهزة حكومية وأهل خير ودعم يجده معهم بإذن الله تعالى. شكرا لكم. الشباب ينتظرهم مستقبل كبير، والجهات تعمل جاهدة لتحقيق ذلك. انتهت الجلسة، شكرا جزيلا.